قصة مؤلمة أنه قصتكم. هذا الطفل الجميل الشاب هذا ما حتى دراسة ما درس، كنا نشتغل أنا وياه أمبلاجة، يعني هذا دراسة ما درس، هذا كمان هذا الجميل هم ما يدرس؟ لا ما عنده فقدت الزوجة صح؟ ايه، وحتى أنا معي مرض عصب، معي مرض نفسي اكتئاب حاد من وقت الأحداث لحد هلا، باخذ أدوية اكتئاب ومهدئات. الحمد لله والشكر على كل حال. الحمد لله. والمسلم مبتلى، انه رب العالمين ايش قد يحب الانسان يبتلي، فانت رب العالمين ابتلاك انه زوجك فقدتي، وذول الاطفال انه تربينهم تربيه حسنه، هاي كليتها متعبه، هاي الامور انه تواجهين مصاعب. احنا ما نقدر نقول لكم انه احنا راح نرفع منكم كذا وكذا، لان احنا اصلا العراقيين احنا حالتنا الماديه اصلا تعبانه، ظروفنا تعبانه، بس احنا من شفنا وضعكم اللي انتم بيه لا احنا نحس نفسنا انه احسن، فلازم نوقف وياكم. فاني انه راح انطيك هذا التبرع، هذا مو من عندي، من الناس الخيره اليك والاطفالك، هذا اليك وهذا لاطفالك اصلا. الله يرزقكم بعد، الله يحفظك ان شاء الله. عيني.